ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. السلام عليكم، لاباس عليكم، كي دايرين؟ بخير. نتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم في فيديو ديال الدخول المدرسي باللي غنصور لكم فيديوهات على الوجبات اللي قدروا يديو وليداتكم معاهم المدرسه. فاليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه تحضير كاب كيك او المادلين بطريقه سهله ومكونات متوفره في المنزل وكذلك سريعه التحضير. فبالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو: كأس من الزيت النباتية، كأس من سكر خشن، نصف كأس حليب، حبتان من البيض، واحد ساشي خميرة كيميائية من وزن 7 غرام، واحد ساشي كاكاو من وزن 7 غرام، وواحد ساشي فاني من وزن 7 غرام. وبالنسبه للدقيق فغنحتاجو كأسان من الدقيق. وبالنسبه للعبارات او القياسات استعملوا كاس ديال العنبه. ودابا غادي نمروا لطريقه التحضير. فاول حاجه كنخدموا البيض مع السكر خشن والفاني مزيان بالطراب اليدوي، ومن بعد كنضيفوا كاس ديال الزيت مع نصف كاس حليب وكنستمروا في التحراك. ومن بعد كنمروا مباشره للدقيق فكنديروا شويه بشويه، وما نساوش كذلك الخميرة الكيميائية خلطوها مع الدقيق. ودابا غادي نمروا مرحلة قسم العجين. فأنا جبت هذا الإناء هذا اللي غادي نقسم منه العجينة ديالي، فغادي ندير النصف باللون، يبقى باللون الأبيض، والنصف الآخر غادي نديرو بالكاكاو. ومن بعد ما كنوجدوا الخليطين ديالنا بجوج فكنمروا الليمون اللي غادي نستعملوا. فانا كنتوفر على هادو، على هاد الليمون هادو، لكل واحد فيهم كيهز 6 ملي كاب كيك. ومن الاحسن تستعملوا هاد القوالب الورقيه باش ما تلقاوش مشكله فاش تبغيو تجبدوا لي كاب كيك ديالكم من بعد ما يطيبوا، حيت بعض المرات كيلصقوا الا ما دهنتوش المول مزيان. وفي حالة ما كنتوش كتوفروا على هاد الليمول فكاين البديل، يمكن لكم تستعملوا العلب ديال الطون، حتى هي صالحة للاستعمال وكتجي بنفس الشكل. ما عليكم غير تبتوا الورق ديالكم في العلبة وديروا العجينة ديالكم وديروها طيب، ما تخافوا من تا حاجة. وحتى بالنسبة للناس اللي كيتوفروا على هاد الليمول هادو الصغارين فحتى هما صالحين للاستعمال. وانا غادي نجرب لكم كاع هاد الليمول هادو، لا الصغار ولا الكبار، وكذلك علب الطونة، فكاملين كينجحوا فيهم الكاب كيك. ودابا غادي نبداو نعمروا القوالب ديالنا بالخليطين بجوج. فانا غادي ندير النصف بالاسود والنصف الاخر بالابيض. فحاولوا ما تملؤوش القوالب ديالكم بزاف بالعجين حيت غادي تنفخ. اكثر حاجة ديروا هي معلقة ونصف. وبهذا الشكل كنكون ملأت كاع القوالب. ودابا غادي ندخلهم الفرن على نار تكون مهيلة لمدة 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. وهذا هو شكل الكاب كيك من بعد ما كنخرجوه من الفرن. بالنسبة للبيضين فأنا حمرتهم مزيان، فيمكن لكم تستهلكوا غير هكا كيجيو زوينين، ولكن أنا غادي نزينهم باش يكون الشكل ديالهم محبب للأطفال ويبغيو يتناولوهم. فانا غادي نزينهم بالوان مختلفه كيف ما كتشوفوا. فعندي هنايا الكونفيتور فغادي ندهنهم بالكونفيتور، وغادي نزينهم بالفيرميسي الاسود. عندي هنايا الكوك الابيض، وعندي هنا لي بيبي دو شوكولا، وكذلك عندي هاد الحبيبات الملونه، يمكن لكم تستعملوا ايضا الفيرميسي الملون.
وهذا الشيء كله باش ما يحسش الطفل بالملل في الوجبة ديالو، ودائما تجي وحدة مختلفة على الأخرى لا من ناحية الشكل وكذلك من ناحية المذاق اللي كيشجعوا على الأكل ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا باللونين الابيض والاسود، كيجيو رطبين ما كيجيوش ناشفين، واللي مزينين بالوان مختلفه جذابه في عين الطفل. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري حسب افكاركم وشنو كتفضلوا. يمكن لكم كل مره تعطيو الطفل ديالكم يدي شكل مختلف عن الاخر باش ما يملش منهم. وبالنسبه للمقادير فبغيت نقول لكم هادو اللي استعملت كيعطيو تقريبا 12 حتى 16 حبه. إذا بغيتي تحصلي على كمية أكثر ما عليكي غير دوبلي المقادير. فكنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، تمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم وتعجب الأطفال ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتبارتجوا الفيديو مع الناس اللي عزازين عليكم. شكرا على المتابعة وإلى فيديو جديد بإذن الله.